وللحديث أكثر عن اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وأوضاع أطفال العراق العاملين وأسباب تشغيلهم والظروف التي يعملون فيها، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياك الله دكتورة. وزارة العمل تقول إنها سجلت 396 حالة عمل في صفوف الأطفال في الربع الأول من هذا العام، إلى أي مدى ترين أن هذه الأرقام حقيقية؟ بالتأكيد يعني هذه الأرقام هي ليست حقيقية، لأن حسب تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه هي الحالات التي سجلتها، أما الحالات الحقيقية فهو العدد أكبر من هذا بكثير جدا، خاصة وأن هناك تقارير تثبت وتوثق عدد العاملين في صفوف الأطفال. يعني مثلا في تقرير وزارة التخطيط الإحصائية الأخيرة كان في 2016 كانت نسبة 3.4% من في المخيمات الأطفال هم عاملين. إذا يعني كيف الحال من بعد 2016 مع العمليات العسكرية وعمليات النزوح وفقدان المعيل وحالات الترمل والطلاق بالنسبة بين النساء؟ كل هذا يؤثر سلبيا ويؤدي إلى زيادة سوق الشغل بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن العمر المحدد للعمل، وخاصة بأعمار من 6 إلى 14 سنة. نعم. طيب ما الذي يدفع الأطفال إلى العمل في سن مبكرة بالعراق حسب رأيكم؟ يعني في العراق معروف جيدا أن الفقر والعوز هو أهم الأسباب التي تدفع الأطفال للعمل، خاصة مع فقدان المعيل. الآن الكثير من الأسر يعني فقدت المعيل الأول وهو الرجل بالنسبة للعائلة، فاضطرت الكثير من النساء طبعا مع يعني مراعاة تقاليد وعادات المجتمع العراقي أن ترسل بأطفالها بدل أن تنزل المرأة إلى سوق العمل، وهذا طبعا ساهم وزاد من عمالة الأطفال. هو العوز الاقتصادي هو يعتبر أهم عامل. نعم. طيب هل البيئة التي يعملون فيها مناسبة للأطفال حسب الدراسات التي أجريت في هذا الشأن؟ لا بالتأكيد، يعني من المعروف أن الأطفال هم من الفئات الضعيفة، ومن السهولة أن يتم استغلالهم ويعني عدم تهيئة الظروف المناسبة لعمل الأطفال. أصلا هو عمل الأطفال في هذه السن هو أصلا غير قانوني، فكيف يمكن أن يقوم رب العمل بتوفير المستلزمات الضرورية لحماية مثلا الطفل أثناء العمل وغيرها من الأساسيات؟ إضافة إلى ذلك هو أصلا الوضع الاقتصادي في العراق أصلا متدهور، وإمكانية أن يتم توفير كافة وسائل الحماية يعني المتطلبات الأساسية في أي عمل هو أصلا معدومة حتى بالنسبة للكبار، فكيف حال بالنسبة للأطفال؟ وخاصة وأن الأطفال يتم استغلالهم في أعمال يعني يأنف الكبار عن العمل فيها. نعم. طيب أي المناطق كانت عرضة لإخراج أطفالها لسوق العمل؟ بالتأكيد يعني المناطق التي عانت من العمليات العسكرية هي كانت في الضليعة التي كانت يعني ترسل أطفالها في إلى العمل، يعني النازحون في المخيمات خاصة مع الظروف الأمنية الصعبة وخوف على حياة الكبار من الخروج من التعرض من المرور بالسيطرات وغيرها. الوضع الأمني على العموم هو الذي يسيطر ويدفع بخروج الأطفال إلى العمل أكثر من الكبار. طيب يعني ما هي الآثار المترتبة على خروج الأطفال في هذه السن المبكرة؟ يعني وهي هذه أهم نقطة، يعني الآثار المترتبة على خروج الأطفال إلى سوق العمل خطيرة للغاية. يعني أولا سوف تساهم في انتشار الجريمة ضد هؤلاء الأطفال، وأقلها هو الإتجار بالبشر. إضافة إلى ذلك أعمال السخرة التي يتعرض لها الأطفال مما يجعلهم حياتهم في خطر، ونحن نعرف أن الأساس في بناء أي مجتمع هو الأطفال الذين هم عماد المستقبل. إضافة إلى ذلك عمالة الأطفال تساهم في زيادة عدد المتسربين من المدارس، وهذا يعني الجهل والأمية سوف تتفشى في المجتمع.
انتشار المخدرات ايضا، الاطفال هم اكثر يعني الفئات التي من الممكن جرها الى مثل هذه المشاكل، اضافه الى ذلك انتشار الامراض الخطيره والاوبئه ايضا سوف يساهم في هذه، تساهم عماله الاطفال في انتشار هذه الامراض، خاصه وان اجراءات الحمايه والحفاظ على سلامه الاطفال على الاغلب تكون معدومه. نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.